كثير نحن اليوم محتاجين ندعم فقر نشفي مرض تنفرح المسكين. الله يوفق بعمل هاي الجمعية افتحمي طفالة من العرب ترف الدين. الله يوفق كف باليد السخية البعطي بشماله ما بتدريه اليمين. الله يوفق صاحب الجود والنية النوايا الصادقة بتزحزح وصنين مدرسة وبتضل هاي القصة محفورة بقلبي طول العمر. ومن كثر حبي لها لهي القصيدة لهي القصة كتبت عنها القصيدة. بتمنى انها تنال اعجاب الجميع واهلا وسهلا فيكم جميعا. جبران جبران مش معقول يا حي يحرم الطفل من لعب الهنية ولا ياخذ الريشي من الأطفال لرسمة غصن زيتون بالفي وعمره ما خيب للطفل أمان عم يحلم برايات حرية وعم يحلم بأرض وشجر وتلال وبيوت طاب بعز مبنية. لك حاجة على الأطفال يا رجال تظهر نوايا الفيك مخفية أوقات عم حسك من